اكشن. البطل اسمه وليد، بتعرف على واحدة اسمها ورد وبينغرموا ببعض، او على الاقل ورد هيك بتكون مفكرة. القصة صارت واضحة. كيف يعني؟ وليد ما بيحب ورد، بيعرف بس انه بيعرف يخلي النسوان تنغرم فيه، بعد هيك بفكر. كل أوراق نائل بلشت تنفتح، كل الأشياء اللي عاشها بحياته كتبها قصة. شو يعني؟ يعني رح يكون مصيري مثل مصير الشخصيات اللي كتب عنهم. قصة حب. أنا هالزلمة في شي مش مريحني. يومياً بعد الأخبار على الـ MTV.